السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية تسمين أعلام من ألف الألياء. النهاردة زي ما احنا شايفين الولادة في الماعز، دي ولادة طبيعية جدا. أنا كنت بصور الفيديو عشان لو كان حصل تعثر في الولادة كنت أوريك هتعمل إيه، هتساعدها إزاي، بس الحمد لله الولادة طبيعية إن شاء الله. بس كل ما في الأمر إنك ممكن تتدخل تنظف أول حاجة المناخير بس عشان النفس، دي بتنظف الفم والأنف عشان خاطر يعرف يتنفس بس. هي طبعا بتعمل كل حاجة طبيعي، بس ده ممكن تتدخل انت بس لو ايه زيادة احتياط مش اكتر، لكن غير كده هي بتعمل كل حاجة طبيعي بدون اي تدخل. طبعا هتاخد وقت وهي بتلحس فيه تنظف المولود، ولو في حاجة تاني وفي واحد تاني كمان هينزل اهو. ده كده نزل طبيعي بدون اي تدخل، لكن لو طلعت الراس وثبت ومعرفتش تنزله هتضطر تساعدها شوية في الشد، بس لو حصل وتعثرت هنوريك ازاي هتشد معاها، وإلا خلي كل حاجة طبيعية عشان ما تعملهاش أي مشاكل. بس نحطوه على شكارة نظيفة. لغاية دلوقتي طبيعي مفيش أي مشكلة. لو اتأخرت أكتر من 5 دقايق والجنين التاني لسه طالع هنتدخل وهنساعدها في الشد. 5 دقايق أو 10 دقايق. الحمد لله التاني نزل طبيعي حتى هو، الحمد لله. بس بننظف فتحة الأنف بس عشان خاطر يعرف ياخد نفس كويس، وهي هتقوم بالباقي. Thank you.
طبعاً بتاخد وقت على ما تنزل المشيمة. المشيمة ممكن تاخد ساعة ولا حاجة عشان تنزل، بس لازم تتأكد انها نزلت المشيمة. هتلاقيها مرمية في الأرض، دور عليها في مكان في المكان بتاعها هتلاقيها إن شاء الله. بتاخد حوالي زي ساعة بعد الولادة، يعني ممكن من ساعة ساعتين تنزل المشيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.